صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع آثار الأنبياء عليهم السلام، ولدي إشكال في مقام إبراهيم عليه السلام، ألا يعتبر من آثارهم؟ هذا الله جعله يتخذ المصلى، الله جعله يتخذ المصلى، فنحن لا نقيس بقية الآثار عليه، لأن الآثار ما فيها دليل على أنه تعبد عندها أو تقصد. أما هذا شرع الله سبحانه وتعالى، كما شرع الطواف بالكعبة، شرع تقبيل الحجر الأسود، هذه شعائر الله جل وعلا نزل بها الوحي، فلا نقيس عليها بقية الآثار التي لم يرد بها دليل. نعم.